الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة والطالبات هناخد مع بعض ديزيزز يا ريت كده تبقوا فاتحين كتاب الطلبة قدامكم كتاب القسم على أساس إن إحنا ما يبقاش إن إحنا بنقرا سلايد إحنا عايزين نفهم الكلام اللي موجود في السلايد أول حاجة المايكروكيفالي هتلاقوا الديفينيشن بتاعه defined as a small brain resulting in a head circumference below the mean for age by more than 3 standard deviations. يعني إيه الكلام المكلكل؟ معناها إن هو إحنا عارفين إنه مفيش حد بيمشي على سن 12 شهر بالظبط، ممكن واحد يمشي 11، ممكن واحد يمشي 13 شهر 16 شهر، فمفيش بيبقى mean and standard deviation. فلو قلنا انه المفروض المين اوف هيد سيركمفرنس عند سن معين 40 زائد او ناقص نص، يبقى لو واحد بقى 39 ونص يبقى مش مايكروكيفاليك، يبقى سمول هيد سايز او ان نورمال فاريشن. لو نقص كمان ستاندرد ديفيشن تاني بقى 2 ستاندرد ديفيشن يعني بقى 39 برضه هي ستيل ما خدش الديفينيشن اوف مايكروكيفاليك. لكن لو نزل بقى 38 يعني زاد اكتر من 1.5 يبقى ده نقص عن المين اكتر من 3 ستاندرد ديفيشن، يبقى ده يتقال عليه ان هو مايكروكيفالي. المايكروكيفالي يا اما برايمري فاميليا او كروموزومال ابنورماليتي زي الالتاون سندروم او سكندري تو ديستركتيف ليجن تو ذا برين سو نوكسس انسلت افكت الفيتوس أو أسفيكسيا في first 2 years أو congenital infections أو drugs أو meningitis أو encephalitis. الكلينيكال بيكشر بيبقى small head size receding forehead. الايرز بتبقى prominent نتيجة إن هو الهيد سيركمفرنس صغير. الانتروفنتانيل بيقفل بدري والإيتيولوجي may be present زي التاون. ومنتر ترديشن بريزنت ان اول كيسز، لكن اكشوالي في حالات كتير بتبقى المنتاليتي نورمال خاصه للاوتوسوم الدوميننت مايكروكيفالي. سيجرز اند سبيسيستي مي بي اسوشيتد، نشوف شكل المايكروكيفالي. سيريال ميجرمنت سكال اكس راي كروموزوم الان سي تي سكاننج، وبيبقى في كوجنيتيف مانجمنت اند دراج مانجمنت. ديفرنشال دايجنوست ديفرنشيتد فروم كرينيوستيروزيس، في اشورانس وفي جنرال مانجمنت. نشوف تاني ديزيز وده مهم عشان الاكس راي، كرينيوستينوزيس او كرينيوساينوستوزيس. وده الكرينيوستينوزيس ديفينيشن بريماتور كلوجر اوف وان اور مور سكال سوتشرز. السكال سوتشرز نورمالي مفروض انه بتبقى اوبند اب تو 3 ييرز، كود بي يلد اب تو 5 years، بعد كده بيبقى صعب خالص، هي بس بتبقى موجوده راديولوجيكال لغايه سن 20 ل 25 سنه. لكن لو جه واحد عنده 9 سنين وحصل له انكريس انتاكيت بريشر، مش هتقدر السوتشرز دي تفتح ويلد وتريح الانتاكيت بريشر. لكن لو واحد عمره سنه، سنه ونص، سنتين، سنتين ونص، 3 سنين، ممكن. الديفينيشن بريماتور كلوجر اوف وان اور مور سكال سوتشرز. القصة ازاي؟ القصة اللي انا عايز اقولها وعايزكم تركزوا معايا فيها وبصوا انا بشرحها ازاي. السوتشرز بتبقى الكولوجر بتاع الجروس اوف ذا سكال السكندر تو ذا جروس اوف ذا برين، يعني كل ما البرين بينمو كل ما السكال بتنمو. الجروس بيبقى بربنديكولار تو ذا سوتشر لاينز. يعني ايه؟ انا عندي 3 مين سوتشرز، عندي الكورونال وعندي الساجيتال وعندي اللامبويد. الجروس سايد تو سايد دايمتر بيزيد من خلال الساجيتال، يعني كل ما البرين بيزيد الساجيتال بيفتح سنه ويدي طبقه عظم، يفتح سنه ويدي طبقه عظم، فبالتالي بيبدا يبعد يزيد سايد تو سايد. انتروبوستيرو دايمتر من خلال الكورونال واللامبويد بيبدا يضغط فيروح يفتح السوتشر ويحط طبقه عظم، يفتح طبقه عظم، فبالتالي يزيد انتروبوستيرو دايمتر. ال secondary to the gross of the brain، يعني لو ما فيش برين جروس او اريسو برين جروس زي في حالات المايكروكيفالي خلاص ما فيش جروس، لكن بيبقى شكل سكال نورمال. لكن في ده في نورمال برين جروس بيحاول يفتح السوتشرز لكن السوتشر بيقفل، فنفترض انه قفل الساجيتال سوتشر.
يبقى السيتوسايت دايمتر اوف ذا سكال مش هيزيد. طب اللي هيزيد هيتعوض ازاي؟ ما الكورونا واللمبويد نورمال، يبقى يزيد الانتروبوستيريور دايمتر اوف ذا سكال. زياده الانتروبوستيريور دايمتر اوف ذا سكال لما يزيد كده يبقى يخلي الراس مطول طول، بيسموه سكيفو كيفالي. يبقى السكيفو كيفالي انكريز انتروبوستيريور دايمتر اوف ذا سكال نتيجه السجيتال سوشيالز ان هو حصل له بريماتور كولوجن. طب لو حصل بريماتور كولوجن للكورونا او اللمبويد هنلاقي انه الانتروبوستير دايمتر مش هيبدا يزيد. طب يتعوض بايه؟ يتعوض بالساجيتال. يبقى السايتوسايت دايمتر بيزيد، يبقى السكال تبدا تزيد من الجناب، تزيد بالعرض، والانتروبوستير قليل، يبقى ديكريس انتروبوستير دايمتر اوف ذا سكال بيسموه بريكي كيفالي. يبقى البريكي كيفالي هيقابلكم في مكانين، في كورس الاطفال، في الكرينيو سينوزيس، في الداون سندروم. في الداون سندروم تفهمه خطا لما يقول لك ان هو بريكي كيفالي ديو تو فلات اوكسبا. ففي ناس بتفهم بريكي كيفالي معناها فلات اوكسبا، لا، هي الفلات اوكسبا اللي هي الراس المقطوشه بتبقى مالهاش اوكسبا قوي، قللت الانتروبوستير دايمتر. والبريماتور كولوجر اوف ذا ترانزفيرس سوشيالز اللي هي الكورونا واللمبويد بتقلل برضه الانتروبوستير دايمتر. إيه؟ طب ممكن يقفلوا مع بعض؟ اه ممكن يقفلوا مع بعض كلهم. طب لو قفلوا الثلاثه مع بعض ما بيحصلش الكلام ده في يوم وليله، بتحاول السكال ان هي تقفل والبرين بيحاول انه يضغط، بيصدر الديوره اجينست الانر تيبل اوف ذا سكال ويحاول يفتح، وبيستغل الويكست بوينت اللي هي الانتروفونتانيل بحيث ان هو يفتح من خلال الانتروفونتانيل. طب فيروح يحاول ان هو السكال تقفل وهو يحاول يبلج، السكال تحاول تطوقه، يحاول يبلج، تحاول تطوقه، يحاول يبلج، نبص نلاقي البونز بقت سلوبد ابورد لغايه لما تقفل فتديني تاور شيب سكال او اوكزي كيفالي. يبقى السكيفو كيفالي انكريز انتروبوستير دايمتر، بريكي كيفالي ديكريز الانتروبوستير دايمتر، اوكزي كيفالي ان هي بتبقى دوم شيب سكال. السوشيالز ممكن تبقى prominent، ممكن size of increase in intercalary pressure تبقى موجودة زي headache, projectile, vomiting, blaring of vision, pabellidema, convulsions may occur. نشوف كده الشكل بتاعنا، هنلاقي انه ده increase in anthroposterior diameter سكيفو كيفالي، ده داون سندروم عشان flat oxford decrease in anthroposterior diameter اللي هو brachycephaly، ده سكيفو كيفالي. سكيفو كيفالي نبص هنا هنلاقي دي اوكزي كيفالي بقى، ده سكيفو كيفالي عند كريس انتروبوستيرو، ده بريكي كيفالي اللي هو ديكريز الانتروبوستيرو، والاوكزي كيفالي اللي هو عامل زي الدوم او بيسموه دوم شيب او تاور شيب سكال. السكال اكس راي بقى هو بيحصل ايه؟ بيحصل انه سستيند انكريز انترا كرينيال بريشر، بيعمل سستيند بريشر على الانر تيبل اوف ذا سكال باي ذا برين من خلال انه مصدر الديور او المننجيز. فبتبدا تطبع السالكاي والجايراي على الانر تيبل اوف ذا سكال، بتبقى نيجاتيف ليها. فبنبص نلاقي السكال تبدا تبقى مزركشه بدل ما هي هوموجينس تبقى هيتروجينس، فيبقى فيها فيوج بيتا سيلفر بيتين ابيرنس زي الفضه بتاعت القرن الخليلي. وفي نفس الوقت ادور على السوتشر لاين الاقي هنا مفيش كورونا واضح، هنا مفيش لمبويد واضح، يبقى ابسنس اوف وان اور مور سكال سوتشرز وسيلفر بيتين ابيرنس. ممكن الاقي ابنورمال شيب اوف ذا سكال ومايلد ديكريس كيفالو فيشل بروبورشن، ده هيفهمها لكم الاستاذ الدكتور اسامه العشير في محاضرات الاكس راي. التريتمنت سيرجيكال كرينيكتوم اوف ذا افكتد سوتشر، يعني هو بيشيل السوتشر باي سيرجري، ودي اجريسيف مانوفر لان هو كده البرين بيبقى اكسبوزد تو ذا، يعني ما فيش كفر ليه غير المننجيز والسكالب، فبيبقى لايبل فور سان ستروك، لايبل فور تروما، ودايما بيلبسوا هيد كاب فور ايفر. بعد كده الانكريز انتركال بريشر، الاسباب بتاعته هايدروكيفلس من جاستر سيربلر سيربرا ابسس انترا كرينيال هيموج كرينيستينوز كرين تيومرز، نحفظ الحاجات دي العشره. لكن احنا نفتكر كويس بس انه كل الحاجات دي انترا كرينيال، يعني حاجه جوه الكرينيوم هي دي اللي مخليه الانكريز انتر كابريشر. لكن لو بصينا على رقم 5 اللي انا عاملها باللون الاحمر هنلاقي انه دي انكريز انتر كابريشر ديو تو كرينيال كوز، يعني الكرينيوم نفسه فيه مشكله،
يبقى لو قسمناه لكرينيال اند انترا كرينيال يبقى الكرينيال هو الكرينوسينوس، انترا كرينيال كل الاسباب الثانيه. في الانفانسي بنلاقي الريتابيليتي والليثارجي وورنينج فوميتنج تنس بالجد انتل فونتانيل بيبقى كاركترستيك ديستند سكال فينز وهيد بروجريسيف هيد لارجر. طبعا احنا قلنا في الكرينستنوزس السوتشرز سهل انها تفتح ويزيد الحجم السايز اوف ذا سكال. في الاولدر تشيلدرن بيبقى فيه بالاضافه للارتابيليتي والليثارجي والمورنينج فوميتنج بيبقى فيه باردي هيديك وفيجوال ديستربنس وديبلوبيا نتيجة 6 نيرف باراليسيس وممكن يوصل لغايه كوما وبرادي كارديا وريجر ريسبيريشن. البايزا كلينيكال بيكشر والسكال اكس راي لكن طبعا الاهم دلوقتي سي تي اند ام ار اي تريتمنت اوف ذا كوز وتمبرري ريدكشن اوف انكريز انتركال بريشر باي يوزنج مانيتور. الهيدروكيفلس من الحاجات اللي اتحذفت مش عليكم. الانكرا انت كوزس في انترا كرين كالسيفيكيشن برضه من الحاجات اللي اتحذفت. السي سيف فايندنج المفروض الجدول ده محذوف لكن المشكله انه بيجي ستيل عشان المننجلس اللي بتاخدوها في حالات في الانفكشن ممكن تيجي كيسز فالكيس يجيب لك الكلينيكال وبعدين يجيب لك السي سيف فايندنج. فانا عايزكم تعرفوا الاكيوت باكتيريا مننجلس بيبقى تيربت الوايت بلاد سيلز بتبقى 100 ل 10000 بوليمورف وبري دوميننس وانكريس بروتين عشان السيلز كتيره فيزيد البروتين والسيلز دي بتتغذى على الجلوكوز فيقل الجلوكوز. التيوبركلوس مننجايس برضه بيجي في التي بي بنلاقيها 10 ل 500 بوليمورف وبعد كده بتقلب تبقى ليمفوسايت وانكريس البروتين والسكر بيقل في السي اس اف الجلوكوز بيقل فبالتالي بتبقى قريبه من المننجايت اكيوت بكتيريا لكن ما تبقاش تربت ما السيلز ما تزيدش عن 500 يعني لو لقيت 1000 ولا 10000 يبقى مش هينفع بتبقى ترانزيت فيز بوليمورف لكن على طول بتقلب لينفوسايت وبيزيد البروتين والمايل ديكريز في الشوكه. الفيرال بيبقى الاكثر من 1000 بس كلهم برضه بيبتدوا بوليمورف وبعدين يقلبوا مونونيوكلاس فلو جابوا كيس هيجيبها لك مونونيوكلاس لو جابوا كيس هنا هيجيبها لك لينفوسايت وبيزيد البروتين ونورمال جليكوز. ناخد بالنا من الثلاثه دول نبقى نبص فيهم. المنتال ريتارديشن هو انا بس عايز اوضح لكم شويه نقط في المنتال ريتارديشن وانا عارف ان انتم بتلاقوا نفسكم في المنتال ريتارديشن طبعا كل المتخلفين عقليا في النهايه بيدخلوا الكليات القمه فاحنا الـ بيبقى عباره عن الانتليجنس كلمه انتليجنس مالتي فاكتوريال منتال بروسيس اوف ابستراكتيف ثينكينج فيجوال اديتوري ميموري فيربال اكسبريشن مانيبيليتيف كاباسيتيز يعني ايه؟ قصه كومبلكس. الاي كيو مش حاجه واحده يعني مش ده ذكي يبقى ذكي في كل حاجه لا ممكن يبقى عنده ذكاء في نقطه معينه ذكائه بصري ذكائه سمعي ذكائه غير كده بيبقى في ذكاء اجتماعي غير الذكاء المجرد اللي هو بيساعدك في الكليه وزي تلاقي في اوائل دفعات طالعين اوائل دفعات وجايبين سكور عالي خالص لكن في النهايه تلاقيه دكتور مش ناجح المرضى مش مرتاحه معاه ليه؟ لان هو السوشيال كلو بتاعه مش عالي ما بيعرفش يريحهم ما بيعرفش يريح العيان قبل ما يمشي فالعيان بياخد الروشته بس هي مش كل حاجه لازم يحكي معاه ويتكلم معاه وياخد ويدي ويريحه ويا حاجه ويعمل حاجه يقعد والشيخ يقول له يا فضيله الشيخ ونيافه القمص فلازم يبقى الدكتور فاهم نفسيه الناس يعرف يتعامل مع الناس ده السوشيال كيو. لكن الاي كيو ده حاجه مجرده اللي هي قدرات المخ. ابستراكتف ثينكينج ازاي يشوف ابعاد الامور الفيجوال يعني في واحد تلاقي الذكاء بتاعه في عينيه يعني ما كانش شايف المحاضر ما كانش شايف الخطيب في خطبه الجمعه ما يعرفش يستفيد منه ما عندوش عنده الفيجوال مهمه خالص ودي مهمه جدا تلاقي العيان وهو داخل يتقال على ده اوتيزم هو داخل هو داخل يتقال على برونكال اسما برضه ده ذكاء الاوديتوري في واحد سمع وهو اللي بيلقط فتلاقي مثلا دي مميزه قوي في الستات تلاقي القعده في الفرح وانت عارفين الستات بيحبوا ياكلوا بعض كده تلاقي قاعده وبتكلم اللي جنبها وسط الزحمه والدي جي شغال سامع اللي ورا بتقول ايه؟ الاوديتوري هي عندها الاوديتوري شغال بيسمع يلقط الكلمه الميموري تلاقوا احنا الذاكره عندنا ضربه خالص
فتلاقيها في ناس مميزه قوي في الميموري، تلاقي واحد حافظ تواريخ ميلاد، واحد حافظ يحفظ الاسامي، يعني تلاقي اعضاء من الشعب مميزين قوي في الميموري. ليه؟ لانه في دايرته يبقى عارف بيت فلان وبيت فلان وده منه فلان وده منه فلان، ولما يقابله يكلمه. غير احنا تلاقي مثلا يقابلك واحد بالذات لو انت من قريه ورحت يقول لك ايه طيب انت فاكرني؟ اه دكتور انا. اه انت فاكرني؟ اه فاكرك. يقول له طب انا مين؟ ما تعرفش. فده الميموري. في ناس عندها الميموري 100 100. الفيربال اكسبريشن، الفيربال اكسبريشن ازاي يعرف يقنع اللي قدامه بالمعلومه والكلامانجي كده، يعني يعرف يتكلم. وزي تلاقي انت تتفرج على برامج التوك شو، تتفرج على السي بي سي بيناقشوا موضوع معين انت تقتنع بكلامهم تماما، يجي بعد كده يناقش الموضوع تسمعه تاني في قناه الحياه يقنعوك بعكس اللي انت اقتنعت بيه خالص. ليه؟ لانهم عندهم ذكاء في الكلام فيربال. تلاقي واحد ما عندوش عالم وشعره منكوش كده ويجي يدي المحاضره تبقى عايز يخلص، لكن تلاقي واحد تاني عنده شويه معلومات قليلين بس بيجي يعرف يفرمطهم ويقولهم كويس، فعنده الفيربال اكسبريشن حلو يريحك ويخليك انت مش عايز يخلص المحاضره بتاعته. المانيبيليتيف، تلاقي مثلا واحد ميكانيكي يربط بالمفك الحاجه خلاص زي الفل تقعد سنين، وواحد على ما توصل اخر الشهر ترجع له تاني. تلاقي مثلا لو يعني انت شاطر وكل حاجه او كده، لكن لو ادوك مثلا كوسايه تقورها انت ما عندكش المانيبيليتيف، لكن الست عندها. في واحده تعمل المحشي يطلع زي الفل، واحد تعمل المحشي تلاقيه فصل ورق ونزل الرز من تحت، فده كله مانيبيوليشن. في واحد جراح تلاقيه ياخد الغرزه يشتغل، هو ما يعرفش، لو قلت له اشرح الموضوع مش عارف يشرح، بس هو مانيبيوليتيف كاباسيتيز عنده عاليه، ياخد الغرزه عمرها ما تفستل، عمرها ما يحصل فيها اي مشكله. فده الكوكتيل من كذا حاجه. اكيد الواحد واحد بيبقى عنده الميموري زياده، واحد عنده الفيربال، واحد عنده المانيبيوليتيف، واحد عنده الهيرنج، واحد عنده الفيجن. الانتليجنس الاي كيو بيحصل ايه؟ بيقول لك الاي كيو بمنتال ايج على الكورنيك ايج في 100. المنتال ايج ازاي؟ هو دي حاجات مقننه، احنا ما بنعملش حاجه، احنا فاحنا بنجيب من بره ونترجمهم. فبيعملوا شنطه كده فيها ادوات ولعب الوان معينه باحجام معينه، حاجات يوصلها مكعبات كده. فبيبقى معمول لكل ايج اختبار، يعني مثلا لو واحد 6 و5 سنين بيبتدوا معاه من 3 سنين. جاب 3 سنين يدوا له اختبارات 3.5، يدوا له 4، يدوا له 4.5، يدوا له 5. بعد الخمسة هو يجاوب لغاية 5 يبقى ذكاؤه 100%، انه 5 على 5 في 100، المنتال 5، الكرونولوجيك 5 في 100، يدوا له كمان 5.5. لو جاوب ال 5.5 يبقى بقى 5.5 على 5 في 100 يبقى 110 ذكاؤه في المية. لو هو جاوب لغاية 6 سنين يبقى 6 على 5 في 100 يبقى 120%. طب لو هو اساسا نزل ما جابش غير لغايه 4 سنين و4.5 ما عرفش يجاوب، 5 ما عرفش يجاوب، و4.5 على 4 على 5 في 100 يبقى كده 80% ذكائه. هي دي قصه الاي كيو، هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اوضحها. الاي كيو نورمال من 90 ل 110. طيب لو هو 70 ل 90، عشان تعرفوا تحفظوهم اللي هو بيبقى فيه بوردر لاين من 70 ل 90، مايل 50 ل 70، مودريت 35 ل 50، سيفير من 20 ل 35، واقل من 20 اللي هو البروفاوند. فانتوا 90 ل 10 ده نورمال، ننزل تحت 20 و15 ايتين. 20 ننزلها يبقى 70 ل 90 ده البوردر لاين، من 70 ل 50 ده المايل منتال ريتارديشن 15 ايتين، نزل 15 ل 35 ل 50 ده المودريت، ومن 20 ل 35 السيفير، واقل من 20 البروفاوند. طبعا في جينيوس اللي فوق ال 110 السوبر، والجينيوس لغايه 150. مهم خالص يا جماعه لازم تبقوا عارفين البرينيتال كوزز ومنتال ريتارديشن والبرينيتال والنيونيتال والبوست نيونيتال، تبقوا حافظينهم زي اسمكم، والبريفنتبل كوزز منتال ريتارديشن اللي هي الجلاكتوزيميا والفينايلكتونوريا، وممكن يتحط حاجات تاني زي البيرس اسكس ان احنا نعملها بريفنشن. كل ده هيصلح معانا ويخلينا ان احنا ما يحصلش معانا منتال سب نورماليتيز. وانا بحب احط امانه على كتافكم انه لو حد منكم بقى دكتور نسا مفيش داعي يستعمل الشفاط، مفيش داعي يستعمل الجفت، لان هما دول بيعملوا بلاوي، بيعملوا انتركرينيال هيمرج، بيعملوا هايبوكسيا، فبالتالي بيسيبوا لنا عيان
عنده mental retardation، فدول preventable ان انا ما استخدمش الحاجات دي. السريبرال بولسي برضه مش انا اللي هشرحه، تشرح له الدكتور ايمان. الكونفالشنز ده من المواضيع المهمه جدا واللي بتيجي في النظر كتير لان هي مالهاش كيسز. الديفينيشن از paroxysmal involuntary disturbance of brain function. يعني ايه paroxysmal؟ كلمه paroxysmal يعني حد يقول لك انها اتاك. لا طب ما دي ليه ما قالوش paroxysm of bronchial asthma؟ يعني هيشرحها الدكتور استاذنا الدكتور مصطفى سعيد، يقول لك اتاك وبرونكال اسما. ليه؟ لانه الاتاك بتيجي بيبقى هو يعني نفسه متضايق شويه وهو اخذ حاجه وبعد شويه يزيد وبعد شويه يزيد قوي وبعد كده نفسه يتكتم خالص وبعدين يرجع يفك بالتدريج يبدا نفسه يبقى احسن احسن احسن. انما باروكسيزم بيبقى شارب كلير ستارتنج بوينت، شارب كلير اندنج بوينت. يعني عيل بيتشنج هو كويس خالص وهو قاعد في مكانه حتى لو عنده برودروما ولا تحسس بنفسه، لكن الكونفالجن نفسها بتيجي ان فجاه كده يتشنج 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 وفجاه يفك منه. فبالتالي نلاقي انه ليها باروكسيزم شارب كلير ستارتنج بوينت، شارب كلير اندنج بوينت. ده الكلمة paroxysmal لان انا يهمني تبقوا فاهمين القصة ماشية ازاي. may be manifested as an impairment or loss of consciousness. may be يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يشنج وما يبقاش عنده impaired conscious level. البارشال ايبليبسي، simple partial ايبليبسي، بيبقى يتشنج وبيكلم مامته يا ماما تعالي حوشي جت الحالة هو بيتشنج. لكن الاغلب بيبقى loss of consciousness. abnormal motor activity سواء generalized tonic او tonoclonic او atonic. akinetic بيقع يتكون في الارض، atonic مش حاسس باي حاجه. ممكن يبقى فيه behavioral abnormalities، ممكن يبقى فيه sensory disturbance زي Jacksonian fits اللي هو بيبتدي يحس بتنميله في صباع ايده وبعدين يطلع لغايه لما يوصل الترانك وبعدين ممكن بعدها يبدا يتشنج. والاوتونوميك ديسفانكشن، الاوتونوميك ديسفانكشن حاجه من اثنين، يا اما هي اسوشيتنج الاذر تايبس، يعني العيال اللي عنده جيراستيك كلونيك بيبقى عنده فروسنج ده اوتونوميك، بيبقى عنده ممكن يحصل يورينيشن ده اوتونوميك، ديفيكيشن اوتونوميك، ممكن يحصل فوميتنج ده اوتونوميك. لكن في عيان ثاني يبقى اوتونوميك مانيفستيشن فروم ذا ستارت، يعني بيجي له ابدومينال ايبيليبسي، يجي له اتاك اوف سيفير اتاك، او هي باروكسيزم اوف سيفير صادم سيفير ابدومينال بين، يشرب كمون، ياخد منصب ريلاكسنت، ياخد اي حاجه. في النهايه مش فجاه هو كان بيلعب بطنه وجعته، فجاه يفضل مامته تديله انتسبازموديك، فجاه يفك ويرجع يلعب تاني او ينام لو هو بوست اكتر. ده الاوتونوميك ايبيليبسي في الابدومين. One of the commonest pediatric emergency. الإبيليبسي ممكن يبقى primary or secondary. Primary دي نعمة ربنا أو إيديوباسيك 90%، والسكندري بيبقى 10% دي من رحمة ربنا، لأنه السكندري ممكن يبقى secondary to congenital brain malformations، secondary to brain atrophy، secondary to intracranial hemorrhage، secondary to infarction، secondary to brain tumors. وده ما بيزيدش عن 10%. Causes of acute convulsions in infants and children. دي من الحاجات اللي هي بتنزل كتير. Short notes. Enumerate 5 causes of acute convulsions in children. Acute convulsions in children على رأسهم الفبرايل convulsion، intracranial infection، meningitis، encephalitis، brain abscesses، encephalomas زي البوست اكزانزم والبوست immunization زي البوست دي بي تي، metabolic and lifestyle disturbance. تاخدوا بالكم انه كلهم هايبوجلايسيميا، هايبوكالسيميا، هايبوماجنيزيميا، هايبوناتريميا، لكن عند الهايبوناتريميا في هايبر اند هايبو. يعني الهايبر جلايسيميا بتاع دايابيتيك كيتو اسيدوزس ما بيحصلوش كونفرجن، لكن الهايبو يحصل له. الهايبر كالسيميا ما يحصلوش كونفرجن، لكن الهايبو يحصل له. الهايبر ماجنيزيميا، لكن الناتريميا الصوديوم الهايبو يعمل والهايبر يعمل. والالكالوز باي دوكسين ديفيشنسي، الانتوكسيكيشن سار اندوجينس اكسوجينس ثيرابيوتيك، والاكسوجينس يوريميك او هيباتيك،
exogenous acute poisoning, therapeutic, thiophilin والاي ان اتش. الهيد تروما ممكن تدي سبدورال هيماتوما او انتراكراني هيمورج او نان تروماتيك زي الاي في مالفورميشنز وبليدنج ديس اورتاس هايبرتنسن كيفالوباسي سيريبرا اسكيميا ارتيا سبازم ثرومبوس اور امبوليزم فينوس ثرومبوزس سيركولاتري كولابس وبرين انوكسيد. افكركم بس انه لا ممكن تفاجئ في الحاله اللي تعبت ولا كونفالجن. احنا ما خدناش حد كونفالجن، لا هو انت عندك الكونفالجن ممكن تحصل في عيان عنده جاسترونترايتس كومبليكيتد باي كونفالجن او عيان راكيتك وعنده هايبوكالسيميا اكستريم هايبوكالسيميا او تيتاني ويجيب كونفالجن، او عيان كبير شويه 7-8 سنين وجايب اكيوت بوست ستريبتوكوكال جلومير نفرايتس فبالتالي عامل له هايبرتنشن صادم دخله في هايبرتنسن كيفالوباسي يجي بريزنتد باي كونفالجن. فما نتخضش لو العيان قال كونفالجن في الكومبلينت. الدياجنوزس ان احنا بنعمل الحاجات دي كلها، بس طبعا اكشولي مش كل عيان بيتعمل له، يعني في واحد نعمل له كالسيوم سيرام كالسيوم، واحد يعمل له اي جي، واحد يتعمل له نيورو ايمجين، مش كل عيان كونفالجن يتعمل له سي تي او ام ار اي. ناخد الفبرايل كونفالجن، الفبرايل كونفالجن ده بيور شايلد هود كونفالجن. الفبرايل كونفالجن من الحاجات اللي هي بتحصل نتيجه اكسترا كرينيال كوز اوف انفكشن، يعني عنده تنسلايتس، عنده اوتيتس ميديا، عنده شيست انفكشن، عنده ريتراكت انفكشن ويروح يحصل له كونفالجن. لكن ما بيبقاش في انترا كرينيال انفكشن، ما ينفعش العيان المنينجايتس اللي هو سخن اقول عليه ده فبرايل كونفالجن، ما ينفعش عيان الانكفالايز، ما ينفعش عيان برين ابسس. انما لازم يبقى في اكسترا كوز فور فيفر، اكسترا كرينيال كوز فور فيفر. يحصل كونفالجن دايما بيحصل من سن 9 شهور ل5 سنين، بيبقى جنرالايز تونيك كلونيك، يعني ما ينفعش تكون اتونيك، ما ينفعش تكون هيمي، وبيبقى شورت اقل من 15 دقيقه وشورت بوست اكتال ستيوبر، يعني دايما في حاجه اسمها بوست اكتال فينومينا. الاكتال هو الكونفالجن، بوست اكتال الفتره ما بعد الكونفالجن بيحصل فيها ممكن دراوزنس، سليب، ستيوبر، كوما، فوميتنج، هيديك، اتاكسيا، دي فينومينز. فهو بيحصل لهم شورت بوست اكتال ستيوبر يعني 10 دقايق ويفوق ويبقى عادي خالص. دو نوت ريكير ان ذا سيم ايلنس، يبقى هم الكريتيريا من 9 شهور ل5 سنين، جنرالايز توني كلونيك، بريف اقل من 15 دقيقه، شورت بوست اكتال ستيوبر، دو نوت ريكير ان ذا سيم ايلنس، يعني العيان يقعد سخن 4-5 ايام يتشنج مره واحده، لكن لو شنج اكتر من مره يبقى حاجه اسمها اتيبيكال فبرايل كونفالجن. هو ده ملخص الكلام اللي احنا قلناه. لازم نفرق بين التيبيكال والاتيبيكال فبرايل كونفالجنز. التيبيكال او سيمبل، والاتيبيكال ممكن الناس تقول عليها كومبلكس فبرايل. النوع الفيت بيبقى في التيبيكال جنرالسوني كلونيك، في الاتيبيكال ممكن يبقى بارشل او اي نوع تاني، الديوريشن اقل من 15 دقيقه في الاتيبيكال اكتر، البوست اكتال سوبر شورت لونج، ريبيتيشن ان ذا سيم النس ما يحصلش، يحصل في الاتيبيكال فبرايل كونفالجن. فالعيان يا جماعه اللي يجي سخن وتشنج يا اما فبرايل كونفالجن يا اما تيبيكال او اتيبيكال، لكن الاول لازم نلاقي اكسترا كرونيال كوز فور فيفر واكسكلود الانترا كرينيال انفكشن، دي مهمه جدا جدا جدا. هنعمل لمبر بنكشن ولا لو هي تيبيكال جت مره واحده وفي سبب عنده مثلا اكيوت فوليكال تونسلايتس وشورت بوست اكتر والعين ويلاند جود وما فيش اي مشاكل، ده ما نعملش لمبر بنكشن، نعمل بس لو احنا شاكين ان هو في انتركرينال انفكشن سبيشالي مننجايتس اند منينجو انكيفالاتس. الاي جي برضه ما يتعملش على طول، لازم نستنى اسبوعين، لانه بعد ما بنعمله على طول ممكن يبقى مسليدنج لو بعد الكونفالجن، لو بيبقى في بوست اكتر قديمه. مانجمنت اوف فبرايل كونفالجن، ري اشورنس اوف ذا بيشن، تريتمنت اوف ذا اكسترا كرينيال سايت اوف انفكشن، يعني لو عنده سلايس، عنده يوريتريك انفكشن، عنده شيست انفكشن، اوتايس ميديا نعالجها، و decrease the body temperature سبب بالcold fomentation او الانتيبيوتيك دراجز، والكنترول اوف كونفالجن ان انا بدي دايزيبام
in a dose of 0.2 to 0.3 milligram per kg per dose intravenous. البروفيلاكسس في اختلاف في البروفيلاكسس. في ناس تقول أدي prolonged course of antiepileptic drugs for 2 years عشان أعمل cover لل ما يحصلش أي convulsion مع الفيفر. ودي سكول ودي الأولد سكول. السكول التانية بتقول إن هو أدي بروفيلاكسس ديازيبام أورال أور ريكتال، والريكتال أفضل كل 8 ساعات طوال فترة الفيفر. يعني الأم نقول لها أدي ديازيبام أهو، لو هو سخن زي ما أنت بتدي أنتيبيوتيك تبتدي على طول أنتيبيوتيك، تبتدي على طول تدي ديازيبام ريكتال أو ديازيبام أورال لغاية لما التمبريتشر تنزل بعد يوم بعد اثنين بعد ثلاثة، الأمور استقرت نوقفه، ولو سخن نرجع نديه تاني. البروجنوزس اوف فيبرال كونفولجنز ممكن البروجنوز بتاعها يبقى بورت، بورت تبقى ريبيتد، ممكن تقلب ابيليبسي. ايه الكرايتيريا فور او ريسك فاكتورز فور ديفلوبمنت اوف ابيليبسي؟ ان يبقى في بوست فاميلي هيستوري اوف ابيليبسي او انيشال فيبرال كونفولجن قبل 9 شهور او برولونجد اور اتيبيكال فيبرال كونفولجن، frequent convulsions, motor or mental deficit. The common anti-convulsant drugs, diazepam, which we are using in the emergency, or prophylaxis against febrile convulsion, dose 0.2 to 0.3 milligram per kg per dose. We have to take care of respiration, because it has a respiratory depression effect. The phenytoin is used in the status epilepticus by intravenous drug. الفينوباربيتال بيعالج التونوكلونيك كونفولجن والسمبل بارشل بس في النيوبورن. التريتمنت اوف ريكارنت كونفولجنز، الابليبسي از ذا مين كوز اوف ريكارنت كونفولجن. الابليبسي از سجستد باي ذا بريسنس اوف 2 انبروفوكت سيجرز ويزن ليس ذان 24 اورز بيريود. الكاربامازبين مستخدم فور بارشل بات كود بي يوزد ان جنرالايزد، والدوز بتاعته 10 ل 30 ملي جرام بير كي جي بير داي. والفالبروك اسيد او فالبرويت برود سبيكترم انتي كونفازن دراكس استخدم في جنرالايزد كود بي يوزد ان بارشل ان مايوكلونيك ان ابسنس، بيستخدم في كل الانواع والدوز بتاعته 20 تو 60 ملي جرام بير كي جي بير داي. الدوريشن اوف ثيرابي مينيمال تو يوزد فري فروم فيتس. And thank you.